أن الإنسان ما يتكلم بالخير أو يصمت فهذا صعب جدا. وذلك هذا الحديث من أصول الأخلاق، أن الإنسان لا يتكلم إلا بخير، وهذا صعب جدا جدا جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نقول؟ نتكلم كثير، معقول هذا كله علينا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار؟ قال: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني وما الذي يدخلهم النار أصلا إلا من نتائج حصائد الألسن؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الحديث يدل على أن الكلام بالخير أولى من الصمت، لأن قال: فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا ما وجد خيرا يتكلم فيه فيصمت، أما إذا كان يستطيع يتكلم بالخير لا يصمت. الكلام بالخير أولى من الصمت. ثم أن السكوت ليس عبادة يتعبد بها العبد، وإنما يصمت إذا ما وجد خيرا يتكلم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقف الشمس فسأل عنه، حديث صحيح البخاري، ما باله؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، يعني كنيته أبو إسرائيل، وإسرائيل معناه بالعبرانية يعني عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله بالعبرانية، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، بنو إسرائيل يعني أبناء يعقوب. المهم هذا أبو إسرائيل واقف الشمس، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما باله؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر، شوف نذر ثلاث أمور، نذر أن يصوم وأن يقف الشمس ولا يستظل وأن لا يكلم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليستظل، ما في عبادة يوقف الشمس، ما هي قربة إلى الله توقف الشمس. قال: مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأقره على المشروع وأنكر عليه المحدث المبتدع. لكن الإنسان إذا ما وجد ما يتكلم به فالصمت أولى من الكلام، أما إذا وجد خيرا يتكلم فيه فعليه أن يتكلم بخير. ثم لا يصمت أيضا عن الكلام، يعني إن صمت عن الكلام لأنه ما يجد خيرا، لا يصمت عن ذكر الله، عن التسبيح، عن التهليل، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. والله الإنسان ما هو إلا أنفاس، يتنفس حتى يأتي آخر نفس وينقطع ثم يلقى الله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت. ومن الغفل أن إنسان يصمت فهو قادر أن يذكر الله عز وجل، يذكر الله، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع الدنيا كلها، يقول سبحان الله بحمد 100 مرة، هذه ترى يمكن دقيقة ونص يغفر له ذنبه. يقرأ قل هو الله 10 مرات، من قرأ قل هو الله 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ بنى الله له قصرا في الجنة. من يعجز عن أن يقرأ قل هو الله 10 مرات؟ ترى دقيقة ونص، دقيقة ونص يبني الله لك قصرا في الجنة. يعني لا، إنسان إذا ما وجد ما يتكلم به من الخير يصمت عن الكلام والمشاركة في المجلس في الحديث، لا أنه يصمت عن ذكر الله أو عن قراءة القرآن. يقرأ آية الكرسي فإن أعظم آية أنزل الله، يقرأ الفاتحة حتى خارج الصلاة، فإن أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من القرآن سورة الفاتحة وهي 7 المثاني. فالمسلم يقرأ حتى الفاتحة لو قرأ خارج الصلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ بفلق، قل أعوذ بالناس وما فيها من التعوذ، قل يا أيها الكافرون، تعدل ربع القرآن، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. المهم أن هذا ما وجد ما يتكلم به من الخير.